المنطقة لازم يزورونها بالمستقبل. صراحة منطقة جدا جدا حلوة. الناس راح يستغربون يقولون احنا شنو هاي، منين جاها بي تي اس؟ مرحبا حبايب قلبي، تحياتنا شباب وتحياتنا للكل. رجعت لكم فيديو جديد اليوم من محطة تكملة البي تي اس، انفتح جديد قبل 7 أشهر واعتقد لحد الان هو فري. شوف شنو الموجود بداية الانطلاق وشنو الموجود بهاي المنطقة راح اشوفه حاليا، وش كم محطة موجودة انفتحت جديدة تكملة البي تي اس. وما شاء الله تايلاند مستمرة بالاعمار. وابقى مع اخوك ابو شاب راح تكتشف شنو الموجود هنا أنا بهاي. هذا موضوع صغير هسه اشوفكم يا من برا. وهاي محطة تشنج ام ار تي همين موجودة هنا بهاي المنطقة في انطلاقة البي تي اس. هذا اسم المحطة رقمها 14، موجود من انطلاقة البي تي اس الجديد اللي صراحة كل الناس ما شايفته، صار 7 أشهر من انطلاق. فهاي احنا من واجبنا انه نقدم للناس انه الموجود هنا، وهاي عليها حلقات ان شاء الله بس يفتح باو على الاغلاق. هذا مول حبة كريز همين موجود هنا. هاي بعد ما صعدنا فوق باوعش موجود هنا بهاي المنطقة. هذا هو بداية الانطلاق، هاي الجديدة، هذا البي تي اس فوقي. سنترال بلازا، سنترال لاتبراو موجود هنا. هذا همين مدخل له مخرج. شوف هاي الحديقة الجوة، هذا سنترال بلازا. هاي النظرة على سنترال بلازا، سنترال لاتبراو اللي معروف باسم سنترال لاتبراو. سنترال عملاق يستحق الزيارة وعليه حلقة كاملة ان شاء الله بس تفتح. يعني منطقة حيوية صراحة. هاي باوعها الجهة منها. انا انصح بالبي تي اس لان بابك بنانا اكو بي تي اس، انصح لهاي المنطقة بالبي تي اس تجيها. لاحظ شلون منطقة حلوة هاي بالبي تي اس، تصعد سواء انك تكت واحد. سابقا ما كان اكو بي تي اس، ملاحظة انفتح قبل 7 أشهر. الناس راح يستغربون يقولون احنا شنو هاي، منين جاها بي تي اس؟ فهسه لا جاها، اجاها ما دام انت تتابع ابو شهاب يوصل لك كل المعلومات اول باول. سنترال بلازا من ضمن شركة السنترالات الموجودة بتايلاند اللي هي تمتاع باحلى مولات بالعالم. لاحظ هذا المنظر من هنا، صراحة منطقة اخذ لها تحية. شبابك بس سوا عليك تنزل تجي هنا بهاي المحطة. من تجي هنا وتريد تقطع تكت تحول هاي انجليزي. هلا اشوفك الخط الجديد اللي بدا، بداية الخط الجديد هاي من لاتبراو. هاي بداية الخط الجديد، شوف هاي الخطوط الخضر تشنج بموشت اكو ام ار تي تشنج وخلين خط اخضر، وباللاتبراو تشنج وخلين خط اخضر. تبدي البداية الخط الجديد هي بدت من هنا، كانت اخر محطة سابقا موشت، هذا كله جديد. يقطعون فري، انا طلع الفري لحد الان فري، هي موجودة المحطة ما تدفع ولا فلس. اي اخوان مثل ما شفتوا قطعت تيكت فري. انا هسه راح اروح تقريبا ما يقارب 16 ستيشن فري. انفتحت هي قانون تايلاند هنا من تفتح المحطات من 3 أشهر الى 6 أشهر فري، لكن بسبب الكوفيد مددوها صار لها اكثر من 7 أشهر مفتوحة وفري. اروح واجي فري، ابقوا وياي. تحياتنا اخوان، وهاي البي تي اس اجانا اللي نقطة البداية هاي شوفها حاليا. هذا البي تي اس اول باول، وهاي المحطة، وهذا السنترال باوع. هذا السنترال يعني تجي لهنا اذا لحقت تجي فري. وهذا المول صورته قبل شوية من جوه بس مغلق. هاي كندوات بيها ما شاء الله معلقة بالسماء. انا بي تي اس نصعد بالمحطة.
خطر من هاي المنطقة المستورة. شوف هاي منطقة لا تبراو. مثل ما تشوفون بصراحة أنا غلطت بالمحطات، 15 محطة الجديدة اللي انفتحت، يعني من رقم 9 لحد رقم 24، ومستمرة الجولة. وشوف تايلاند شلون طورت بلدها صراحة، يعني حلت هواي من المشاكل. يعني هسه هذا المكان صار سهل التنقل إليه، سابقا العرب ما يقدرون يجون، ماكو وسيلة نقل صراحة. هسه صار عندك ام ار تي مترو، وصار عندك بي تي اس. شوف انا راح اوصل المنطقة هسه خارج بانكوك بالبي تي اس اللي يطلع من هنا. لاحظ اخوان، هاي اطراف بانكوك، هاي اطراف بانكوك. بعد ما وصلنا لاخر محطة، شوف المحطات تبدي من هاي 9 لتبراو. الحقنا هاي اللي اسمها كيوكات، صعب بصراحة اسمها. هيا اخوان، بعد ما وصلنا لهاي المحطة الاخيرة راح نقطع تيكت هسه نرجع لتبراو. شوف فري هاي تجي تحولها انجليزي.
وتجي نروح نختار رقم 9. هاي رقم 9، هاي شوفها رقم 9 لا تبراو، ترجعنا للسنترال محطة الانطلاق الأولى اللي انفتحت. نزل التيكت فري، باو، ما دفعت ولا دينار. هاي التيكت، تيكت مجانا، صار 7 أشهر هذا الحج. سياح جماعتنا، وحبيت أقدم خدمة للناس يتعرفون إنه أكو شغلات جديدة انفتحت بدون علمكم. القطار. جماعة الخير ناس قليلة، تعرفون هذا الخط يا جماعة الخير، هذا الخط لو ما الكوفيد ايش قد هسه ناس، يعني حتى الشركة قام ما تاخذ تذاكر، صار اكثر من 7 أشهر مفتوح ما ياخذون فلوس لانه يقول لك هسه كوفيد. جانا الحبيب نروح نصعد به ونرجع نكمل لكم الجولة يا حبايب القلب والعين. شوف هاي النافذة شوية بيها جامة، تصعد وتنزل الناس. مناطق قديمة اخوان. شوفان هاي المحطة وصلناها، والقطار الحبيب باي باي، وداعا يا الحبيب الغالي. يا اخوان مثل ما تشوف هاي البداية لحد هنا أنا فري، من موشت وفوق انك انت تدفع فلوس ينتهي البلاش العرض لان هاي جديدة. تحياتنا واتمنى تزورون هاي المنطقة الحلوة صراحة تحفة هاي المنطقة، وهذا سنترال بلازا، سنترال لاتباو، سنترال عملاق، ان شاء الله هم حلقة من هالشارب عليه العملاقة. وهاي الجهة الثانية همين هسه شوفوها على السريع، هاي الكندوات الحلوة اللي يريد يشتري يستأجر يجي هنانه.
كل شيء موجود يمه. فتحت لك البوابة، افتح يا سمسم، فري مجانا بدون ما تدفع شيء. وهذا سنترال. وإلى هنا وصلنا لنهاية هاي الحلقة، وإذا عجبتك هاي المنطقة وهذا الشغل الحلو انطينا لايك واشتراك وسوي مشاركة لأصدقائك. أنا أحب الناس يسوي المشاركة حتى تعرف انه تايلاند جاي يسوي وين وصلت، وخدمة للناس السياح اللي يجون يعرفوا شلون يتنقلوا بطريقة اسهل. تحياتنا ونتمنى لكم الخير، والله يبعد هذا الوباء عنكم. نشوفكم حلقات قادمة، مع السلامة.